الشباب، شلونكم اخوان؟ اليوم رجعنا لكم مره ثانيه. عندنا اليوم زلطه روسيه، بما انه هنالك زلطات روسيه كثيره، بس اخترنا هاي الزلطه الروسيه هي اللي ترغمي على الجنه والاخبار. وهنا مع الزلطه الروسيه عندنا بازاليا، وعندنا لحم قواطي للشون، وعندنا بصلايه صغيره ناعمه مفرومه، وعندنا جزر قطع قطع مكعبات وساقيه، وعندنا بيضه مسلوقه، وعندنا بتيتا مسلوقه، وعندنا مايونيز. بس هاي الوصفه مالتها، لكم طريقتها شلون نسويها. هاي هسه انتهينا من عمل الزلطه الروسيه، وهسه راح نبلش بالشرب. بصحة الجميع وبصحة اللي يشربون عرق جنينار كلهم. انصحكم نصيحة، كلنا خلينا نشجع انتاجنا الوطني العراقي. بس عندك لبنان، سوريا، اردن، تركيا، كلهم يشجعون منتجهم الوطني. خلينا احنا نشجع المنتج مالتنا الوطني. وهذا العرق مربوط اصاله قديمه، كلكم تعرفوها قصه الف ليله وليله.